الحمد لله، الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلهاً عليماً حكيماً سميعاً غفوراً. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي للخلق أرسله صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد أما بعد أيها الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين آمين اللهم آمين لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي نعود اخوتي لما بدانا به قبل اسابيع في سلسله الحديث عن الحريه في الاسلام فهمها فلسفتها اصلها وايضا تطبيقها او عدم تطبيقها في الحياه العمليه مجتمعات وافراد وقد يسال اخ او اخت سؤال مهم وهل لموضوع الحريه من الاهميه ان يخصص له الخطيب او الخطباء او المدرسون او اصحاب المناهج عده حلقات جوابي اخوتي انني قبل قليل كنت احضر عن هذا الموضوع ورايت احد المعرضين الحاقدين على دين الاسلام وعلى المسلمين يكتب كلاما فيه شيء من الاستهزاء بهذا الدين ولكنه يحاول ان يجعله منطقيا ومقبولا للسامع باللغات الاخرى الانجليزيه والالمانيه والفرنسيه وغيرها وكان الكاتب يعد يعدد عشرة اسباب لماذا لا يقبل هذا الدين؟ لماذا علينا على الانسان على المطلع ان يترك دين الاسلام؟ وقرات العشرة اسباب التي ذكرها الكاتب كلها بدون استثناء له علاقه او وصله بشكل ما مع موضوع الحريه ان الاسلام هو الذي يرفض راي الاخر، ان الاسلام هو الذي يقمع المراه، ان الاسلام هو الذي يقلل من قيمه العقل في فهم الامور، ان الاسلام يجعل من الانسان عبدا لنصوص لا يفهمها. وغير ذلك عشره اسباب كلها لها علاقه في هذا الموضوع ونعود وكل منكم يمكن ان يبحث بعض المشاكل سواء العائليه سواء المدرسيه في حياته في حياته مع اهله يتذكر حياته مع ابيه ومع امه ترى واجزم ان كثيرا من هذه المشاكل المعقده لها علاقه بشكل او باخر مع موضوع الحريه. وسبحان الله على باب هذا المسجد المره الماضيه اوقفني اخ مسلما كالعاده وقال: والله يا اخي ابو عدنان اليوم اخذت شيئا سامارسه من اليوم مع اولادي في موضوع الحريه ولكن علاقتها مع المسؤوليه نعيد الان تلخيصا سريعا لما قلناه اننا مع الحريه بكل انواعها ولكن الحريه مرتبطه ارتباطا لازما ووثيقا مع المسؤوليه ومع الثقه بين الناس ووقتها تحدثنا عن موضوع تعامل الاب والأب والام مع موضوع الاطفال والشباب الخروج من البيت استعمال الموبايل تركه او عدم تركه الاتفاق معه مع الشاب والبنت على قواعد معينه تحدثنا عن موضوع سفر البنات في المدرسه وتحدثنا عن بعض الخوف عند الاهل على بناتنا اذا تركناهم يسافروا مثلا مع الصف في المدرسه خوفا مثلا من موضوع التحرش الجنسي وشرحنا ان من المهم جدا ان نعلم بناتنا الدفاع عن النفس وحمايه انفسهن وان هذا البلد وقوانينه وخاصه بعد موضوع الميتو وغيره يحفظ هذه الحريه من ان يتطرق اي انسان ليسيء لك جسديا وعلى فكره شبابا وبناتا واولادا فاذا باخ فاضل ياتي ويذكرني ويقول ولكن ذكر الناس انا موضوع التحرش غالبا ما يحصل ليس في المدارس وخارج البيت كثيرا ما يحصل في البيت ومع العائلات واحيانا من اقرب الناس الى الطفل فوجب ايضا الانتباه اخواتي واخوتي لانني لا اريد ان اصدق وانت لا تريد ان تصدق ولا احد يريد ان يصدق ولكن الاحصائيات في كل البلاد وفي كل الاديان وفي كل المجتمعات تقول ان التحرش الجنسي غالبا احصائيا يحصل من اقرب الناس الى الطفل فحتى وقتها يجب على الاطفال ان يعرفوا حقوقهم حتى مع الاب والام حتى مع العم والخال حتى مع الجد ومع كل انسان يقترب اليهم لكل لكل طفل وطفله حق الخصوصيه الكامله الا يمسهم احد بسوء حمى الله اولادنا وبناتنا من كل سوء. اخ اخر فاضل ومعنا هو اليوم قال ذكر ايضا واذكر الان يعني اليوم ستكون خطبه مراجعه ايضا ما سمعنا من الناس ما يقوله سواء سلبا او او ايجابا فقال ذكر بموضوع مهم جدا انك اذا منعت بنتك من اي برنامج يقوم به زميلاتها يكون عندها حرقة في نفسها طول العمر احيانا. يرجعون من البرنامج ومن السفر يلعبون مع الحيوانات، يمارسون الرياضة، يلعبون التزلج على الجليد ويحكوا لها للمسكينة عملنا هذا عملنا هذا عملنا هذا عملنا هذا، أنت عندك من النقود ما تأخذها؟ عندك أن تأخذها وتعوض عنها؟ ولا تستطيع. وليس عندك اصلا وتبقى حرقه في قلبها كل الوقت فهذا مهم اخوتي ان نتذكره بان الموضوع وذكرنا الاقوال الشرعيه التي تقول اذا كان هذا السفر يعتبر عرفا سفر اتصل به باخ فاضل من خارج النمسا من البلاد العربيه يقول ولكن يا ابو عدنان عندنا غير احيانا ليس عندنا ثقه كامله في المدرسه قلت له اخي كل انسان اهل مكه ادرى بشعابها نحن نتحدث هنا عن وضعنا ونتحدث بالعموم وحتى هنا ممكن ان يكون في استثناءات اخوتي الذي يقوله الامام او الخطيب عن موضوع معين هو عن تسعين بالمية ثمانين بالمية خمسة وتسعين في خمسة وسبعين في المئة من الحالات وإن شاء الله هذا الموضوع ممكن يكون تسعة وتسعين في المئة ولكن إذا صدفت واحد في المئة مشكلة معينة فهذا لا يكون له حله فالاستثناء هو الذي يثبت القاعدة وليس العكس فنقول عندما يسافر الأطفال في صف معين في نفس الباص العربة ويجلسون في نفس الفندق ويكونون دائما معا نحن اصلا لا نعتبره سفر بهذا المعنى نعتبره ان الصف نفسه والبرنامج المدرسي صار متنقل من هذا المكان للباص للفندق للرياضة فاذا اصلا لا يعتبر سفرا وان اعتبرناه سفرا اخوتي فنقول انه المنع الذي تقرؤونه انه لا يجوز لامراه ان تذهب الا مع محرم هو للحفاظ على المراه، يعني خوفا على المراه، فاذا امنت الفتنه في اي سفر فلا حرج ان شاء الله، وهذه اقوال اخوتي مهم جدا ان اقولها انها ليست اشياء نخترعها. احيانا بعض الاخوات والاخوه وخاصه الجدد يسمعوا هذه الامور اول مره لا حكوا فيها علماء ومجالس افتاء وائمه قبلنا ليس شيئا جديدا وليس شيئا شجاعا فوق العاده هو الامر الاكثر من طبيعي لحياتنا هنا في هذه البلاد وذكرا وتاكيدا على هذا الموضوع وصلني ايضا رساله من اخت طبيبه نفسانيه تعيش في البلاد العربيه وتعالج المئات وعندها برنامج تلفزيوني وغير ذلك اسمها الاخت منال الفحام دكتوره تعيش الان في دبي قبلها في السعوديه اصلها من دمشق سوريا وكتبت لي وقتها انني اخرج كل يوم الى المشفى واقطع مسافات طويله الى مناطق بعيده تطوعا لمعالجه الفقراء الذين ليس لهم امكانيات واسافر لحضور مؤتمرات طبيه لكي احاول اللحاق بركب العلم الدائم التجدد حتى لا افتي بتشخيص او علاج غير صحيح واقوم بفضل الله باجابه من يسمح لي الوقت والجهد بمساعدتهم. لم افكر، هنا مهمة، لم افكر باصطحاب محرم لانني في امان في امان طوال الطريق. وتقول الاستاذة منال وهي بنت المهندس المعروف هشام زكي الحموي الفحام دمشقي توفي بعد ان كتبت هذه الكلام، رحمة الله عليه. يعني أن نترحم على والدها للاخت منال، سبحان الله كنت أريد أن أذكر هذا في الخطبة الماضية ولم يسعفنا الوقت فتأخرت في ذلك فتوفى الله عز وجل والدها فنترحم عليه رحمه الله عز وجل وأسكنه فسيح جنانه. تتابع إن إعطاء معنى الثقة ومعنى الاحترام والمقدرة على الثبات في موقف الحق ومعنى التقوى الرائع جدا والذي ينطوي على الشعور، انتبهوا، على الشعور بمراقبه الله طوال الوقت للشباب والبنات. لا يخفف من العلاقات الجنسيه الغير شرعيه فقط، انما يوسع معنى وتطبيق استخدام الوقت والعلم والدين لمنفعه الاخرين. ومعنى بناء عائله بالاهداف الساميه لاعمار الارض ويصرف اذهان الشباب مهمه، اذهان الشباب قليلا عن التفكير والالحاح في موضوع واحد اخوتي الاكارم. فالخوف على المراه تتابع الدكتوره في الاماكن الغير امنه اصلا حيث لا يوجد قانون ولا صوت للحق، وقتا نخاف يا جماعه. لما البنت المسكينه تتركها لا نحن نخاف عليها. ليس في احد كلنا عندنا بناتنا فلذة اكباتنا والله نخاف عليهم كل واحد من ان ينظر اليها انسان نظره شر ابدا اعوذ بالله اياكم اخوتي ان ياخذ احد مثل هذه الخطب ان موضوع تساهل او مشي الامور او ليس مشكله بالعكس بالعكس هذا الانتباه الاصلي هو اعطائها الثقه الكامله واعطائها تقويه شخصيتها في هذه الامور حيث للاسف تعود تقول الدكتوره حيث تعتقل المراه وتغتصب امام محارمها الذين لا يستطيعون الدفاع عنها اعوذ بالله اعوذ بالله من كل انسان يكمن شرا لانثى مهما كانت مهما لبست مهما كان دينها نسمع احيانا عن شباب للاسف مسلمين من بلاد الاسلام يتحرشوا في النساء بالشوارع او في الاوبان تقول لاهلهم يا جماعه ما ربيتهم ولم لم يتحمل نفسه لان البنت كانت لابسه لباسا مثيرا يعني يعني الله طلب منك غض البصر البصر الله قال لك لا تتطلع اذا كان فيه شهوه فكيف تعتدي على البشر على بنات الناس باليد ليس بالعين فقط باليد وتقول بعد ذلك تبحث عن الحق عليها من قال لها ان تلبس كذا وكذا؟ ليست شغلتك وليست شغلتي. تلبس ما تريد هذا شيء اخر، عجبنا ام لم يعجبنا. ولكن لا يعطي باي حال من الاحوال اي تبرير على الاعتداء على اي واحده اخرى. والله سمعت وغزه يعني سامحوني على الصراحه في هذا الكلام. ولكن مدير في المدرسة هنا في فيينا قال يحس يحس لا أدري صدقه يجب أن نبحث في الأمر أن هناك بعض الشباب المسلمين لا يتحرشون بالبنات المحجبات المسلمات ولكن يتحرشون كل الوقت بغيرهن والله مصيبة يا جماعة يعني صحيح طبعا لا يتحرش بأحد بنات الناس ليست سلعة بين يديك وبعدها ترى بعضهم اذا تحدثت مع ابيه او امه يقول والله عدي في البيت ممتاز رائع الولد لا 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 يخطئ اي خطا مشكله ليه؟ لانك ما ربيته على الحريه اللي نحن عم نحكي عليها الان بالعكس لو مربيه على الحريه كان لك بابا أنا في هذه النقطة لا يعجبني أسلوبك، رأيته خطأ ممكن أنت كيف علمتنا هذا أراه غير صحيحا يجب أن نراجع الأمر معا، أوه! ضربوا الكف طول بالك علمت فإذا إعرف وقتها أنه سيخطئ في الخارج ويمارس الحرية التي منعتها عنه او عنها البنت بطريقه مؤذيه لك ولعائلتك ولسمعتك ولبلدك ولدينك هدول الشباب في الشارع اعجبنا ولم او لم يعجبنا سفراء الاسلام اسمك محمد اسمك عبد الله اسمك طارق اسمك سميه اسمك فاطمه محجبه غير محجبه سفيره الاسلام تصرفت تصرف سيء سيحسب علينا كلنا ليس صحيحا ظلم <applause> ظلم هو كذلك شو دخلني تقول انا ما لي علاقه ولكن هو كذلك اخي اذا لم نرفع مستوى المسلمين لدرجه تصبح هذه الامثله التي ذكرتها لا تذكر غير موجوده اصلا ستكون موجوده ولكن نسبتها قليله جدا فسنظل نعاني كلنا من هذه المشاكل والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قالها وقتها سأل سأل عدي بن حاتم قال له يا يا عدي هل تعرف الحيرة؟ الحيرة هي منطقة مدينة في العراق بين الكوفة والنجف الأشرف قريبة من الاثنين من جهة مختلفة و ليش ما تسأله الحيرة سبحان الله فيها معجزة يعني الحديث الشريف وهذا في البخاري ومسلم قال له لا يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله لا أعرفه قال لئن لئن طالت بك الحياة فإن طالت بك الحياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة لا تخاف إلا الله إذا عشت يا عدي راح يجي وقت رح يجي وقت أن تري المرأة شو معنى الضعينة هي المرأة التي على الهودج في على الجمل سبحان الله ما أجمل هذه اللغة عندما قرأتها كلمة واحدة الضعينة إذا كان جمل وهودج بدون المرأة ما اسمه ضعينة إذا كانت مرأة على الجمل بدون الهودج ما اسمه ضعينة إذا الجمل لحاله ما اسمه ضعينة هي التركيبة هي إمرأة في هودج على الجمل. الضعينة لوحده. طيب شو قصد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قصده سيأتي يوم فيه أمان. تأتي المرأة حاجة بنفسها لا تخاف إلا الله، وربما الذئب على غنمها إن كان عندها غنم. أخذ منها العلماء. وهم الإمام الشافعي وإما حتى ابن تيمية أخذ هذا أن هذا يعني إذا كان الأمان موجودا فلا حرج في السفر ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره يخبرنا بشيء إيجابي الخبر هنا إيجابي شيء ممتاز شيء رائع يا يا عدي راح تشوف الشيء بعينك لا يتصرف عدي فكر مستحيل كيف ما في امان في قطاع طرق مو ممكن وقال عدي واتى اليوم الذي رايته سبحان الله صار شاف حصلت في ايام الاسلام والامن التام الضعينه حجت إجا الشيخ قال يا يا حجه حجتك غير مقبوله إجا امام على منبر قال لا في قول انه انت كنت مسافره لحالك رايح على جهنم سقط لقط ما في حج لا. اهلا وسهلا حجت وتوكلت على الله. ائمه اخرين لكي نذكر كل شيء مثل احمد وابي حنيفه قالوا لا لا ناخذ به تحليل ذلك ذلك لا ناخذ به، نحن ناخذ الائمه الاخرين والاحناف منا هنا يقلدون على ائمه عظام في هذه الامه، فاذا لا نترك التراث جانبا ونقول نحن نخترع شيئا جديدا لا هذا مكتوب في تراثنا وموجود تراث هو إخوتي كل شيء غير القران والسنة القرآن كلمة الله عز وجل والحديث الحبيب المصطفى ما أتانا منه لا نتحدث الآن عن ضع... الحديث الضعيفة نتحدث عن صحيح السنة كل ما عدا ذلك تأخذ وتترك ولكن هل يعني يأتي من يقول مثلا تراثنا فيه ضعف، طبعا فيه ضعف ولكن فيه قوة وهو فيه كنوز ما عملنا ان نبحث عنها وان نسقطها نسقطها انتبهوا على واقعنا ان نستفيد وناخذ روح الدين فيأتي من يقول لا في مبدأ سد الذريعة سد الذريعة ممكن اذا كان ممكن ان يحصل شيء والله ممكن على هوى النسبة على هوى الوضع ممكن كل الوقت ممكن نطلع الآن من الباب أي واحد منا يموت يصير حادث يصير أي شيء الاحتمال قليل إذا كان الوضع أمن وعايشين ببلد آمن صحتنا الحمد لله جيدة فلا نحر لا نتحرج نخرج بدون أي مشكلة لو كنا في مكان حرب أهلية لا سمح الله والنار شغالة على الباب لا الاحتمال صار 70 80 بالمئة 90 بالمئة 100 بالمئة تتصرف على هذا الأساس فإذا المحرم لنفسه لما الله عز وجل بيقول لك الخمر حرام ما في تقول أشرب قليلا أو أشرب كثيرا حرام الصلاة خمس مرات في اليوم في أوقاتها إن كنت مسافرا أو ذو عذر مع الجمع ما في تقول لي بدي أعملها ثلاثة بدي أعملها أربعة هذه الثوابت اما الامور الاخرى ان حرمت لغيرها لغيرها احفظوها هذه لغيرها فتباح للضروره عفوا ان حرمت لغيرها تباح للحاجه تصليح استغفر الله للحاجه يعني الحرمه كانت للامن الامن ذهب والحاجه موجوده للسفر للدراسه للعلم لغير ذلك فاذا لا حرج ابدا اما المحرمات لنفسها مثل الخنزير والخمر وغير ذلك هذه تباح للضروره ان كنت تموت ان كان هناك من يجبرك الحمد لله هذه الامثله غير موجوده ولكن فقط للتذكير اخوتي واحبابي فاذا حديث البخاري ومسلم ابن عباس الذي أتى أحدهم للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أنه يريد أن يذهب إلى الجيش ولكن امرأته زوجته تريد الحج فقال له اذهب معها هذه الحالة الرسول اللهم صل عليه فضل أن يقا أن يذهب مع زوجته من أن يقاتل يا أهلا ويا سهلا نحن نقولها اليوم أيضا نقول إذا عندك شيء الان شيء اخر لا لا تترك زوجتك روح معها انتبه عليها ولو مو حج ولو مكان اي مكان روح مع زوجتك اخي تنتبه عليها ولكن لا يعني الحربه المطلقه اذا اذا كان الامن موجودا فكل موضوع الخوف في موضوع المراه يجب ان نسال سؤالا دائما احفظوا هذه القاعده اخوتي مع مع زوجاتك زوجاتكم وبناتكم وال أخوات مع بناتهن هل الخوف عليها أم الخوف منها ديننا بلك تخاف عليها هي التي يجب أن تخاف أن يحصل عليها أي, أي شيء الخوف منها أن ليس عندك ثقة بها تخاف أن تزل تخاف أن تأخذ خطا غير شرعي أن تتصرف تصرفا غير اخلاقي فوقتها الحل اخوتي لا يمكن ان يكون بالحرمان والكبت والسجن واغلاق الابواب وايضا عن تجربه والله يعني سبحان الله ما اقول لكم ارى امام عيني من من تحدث معي يعني ما عم نحكي كلام كتب ولا كلام مجلدات كلام ناس ناس دم ولحم أخت مسلمة شابة صغيرة قالت لي كل البنات التي أعرفهن يلي أهل كانوا مبالغين مبالغين في موضوع الساعة ستة في البيت المساء لما الولد يرجع إن شاء الله ساعة واحدة بالليل ما مشكلة بسيطة ما ينام بالبيت ما نسأله أين كان والتأكيد على اللباس مثلا كانت لا تريد الحجاب ولكن أجبروها ولبست إجبارا وإكراما فقط لأهلها مجبورة المسكينة كلهن التي تعرفهن هذه البنت أخذنا طريقا منحرفا في شيء ما في موضوع معين كل قد لا تعرف ولا وحدة مشيت بعدين على الخط المستقيم فإخوتي ما نقوله يجب تأكيدا على هذا الموضوع أن الثقة أهم من كل شيء وإن كان حصل أخطاء يا إخوتي أي واحد منا يذهب إلى بيته وينظر إلى المرآة ينظر إلى المرآة ويقف وقفة صادقة ويقول كم أخطأت أنا في حياتي تفضلوا كل واحد يذكر نفسه وهو عمره بين 12 وال20 ويذكر كل واحد أنا أولكم ابنك مثلك بنتك مثلك هذه الدنيا المهم اخوتي ليس ليست ليس وظيفتنا ان نبني ملائكه لاننا لن نستطيع بالعكس بيصير في انفصام من الشخصيه بالشخصيه اذا كنت انت دائما تريد المثل الاعلى في كل شيء بالدراسه ممتاز وبالاخلاق رائع وبالصدق ممتاز وكل شيء فلا تاخذ شيء لا تاخذ شيء، تخسر كل شيء بجوز. لا نقتنع اننا بشر نقتنع اننا ممكن ان نخطا، نسمح لانفسنا بمجال التوبه كما سمح الله عز وجل لنا للتصحيح، للمراجعه، للمناقشه، للمثابره والانفتاح في صف العائله، فياتي من يقول يتصل تليفون يقول اخي الكريم ولكن كيف نعرض بناتنا للموضوع؟ ترى ان اذا تركت الشوكولاته او الكنافه يعني الحلو في الشارع الا ترى ان الذباب ياتي وينقض عليها؟ هذه الأمثلة التي كنا نتعلمها صغارا في المساجد والى اليوم نسمعها من بعض الناس او بيجي بيحط لك واحد مصاصه مصاصه يعني السكره وياتي عليها الذباب. ويقول البنت يجب أن تتغطى وتنتبه عليها وتسكر عليها لكي لا تؤكل بناء الذباب، يا جماعة بناتنا ما شوكولاتة ولا سكر ولا هريسة ولا كنافة، هي إمرأة هي 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 إنسانة مثلك مثله مجرد هذا, الـ هذا, هذا 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 التشبيه بالشوكولا أو غيرها يعتبر إهانة كبيرة جدا على البنت المسكينة. هي مثلها مثلك. يأتي من يقول ولكننا من كثر حبنا لها هي كاللؤلؤة، لؤلؤة. اللؤلؤة تضعها في غر في في علبة وتنظفها وتنتبه عليها وتغلق عليها، سكر. لؤلؤة حب. أخي ما لؤلؤة، هي ما لؤلؤة. هي بشر. لحم ودم وقلب وعواطف وشعور وليست لؤلؤة فكثير مهم إخوتي أن نتعلم هذا الأمر من يومين لقيت دعاية جديدة سيارة السيارة كما تنتبه على سيارتك وتضع عليها هذا الغطاء القماش على السيارة الجديدة عندك سيارة ما شاء الله مزاراتي ولا أدري حطيتها تنتبه على مرتك سكرة لا أخي ما سيارة ولا طياره ولا صاروخ ولا باروده ولا مسدس ولا لؤلؤه ولا شوكولاته هذه الامور إخوتي ننساها الله يخليكم لما بيجيكم بالواتساب هيك شغلات دغري محوها حوا الله يوفق لا تبعثها ابعثها لغيرك لا يثيبك الله يغضب عليك الله لانه كلام ليس له علاقه لا بدين ولا باسلام ولا بقران ولا بسنه يعطي بعض الأخوة ويعتبوا وجاني عتب لكي لا نقول أننا 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 فقط يأتينا الأخبار الإيجابية يأتي من يعترض أحد الاعتراضات تقول أنك هنا تتحدث وتنادي بحرية زيادة عن اللزوم شوي زيادة عن اللزوم يعني زودتها خفف لان هناك بعض بناتنا او نسائنا لم يتعودوا على هذا الموضوع او شبابنا لم يتعودوا فيتفاجئوا بهذا الامر ياتوا يقول الخطيب الامام قال هالكلام فبدي حريتي ياخذوا نصف ياخذوا ويل للمصلين بدي حريتي ليكو شيخ استاذك، جامعك، امامك نقول لا هذا لا يخوفنا بالعكس جميل ان تاتي وتحتج البنت ولكن قل لها وقتها تسمع كل شيء تسمع كل شيء واتى احدهم وقال جزاه الله خيرا قال اعجبت بالخطبه اعجابا كبيرا رائعا النصف الاول اما النصف الثاني فلم يعجبني أو أن رأيته حرجا في هذا الأمر فقلت الحمد لله النصف جيد كمان منيح والنصف الثاني ممكن أن نتناقش به وقال هذا الأخ أنني يعني خطيبكم اليوم أنطلق من منطلق مثالي أنا إن شاء الله مثالي أعتبر أن كل الأمر إذا أعطيناهم الحرية هم سيكونوا على كلهم على مستوى هذه الحرية لم أقول هذا لم أقول هذا أنا لا أتكلم إخوتي كلام مثالي. نتكلم عن خبرة وتجربة وغير مثالية. بالعكس من الحياة العملية أن النتيجة بعد ذلك أن النتيجة بعد ذلك ستكون أفضل إذا أخذت هذا الطريق يقول. ولكن هناك وهنا الحديث للأخوات. أخوات انتبهوا وسننهي بعدها هذه الخطبة أن كثير من الأخوات وخاصة الجدد الذين أتوا إلى النمسا أو أوروبا حديثا جديدا لم يتعلموا على موضوع الحرية وهي عمرها ربما ثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة يعني لم تعد بنت مثل ما كنا نحكي, نحكي قبل قليل مراهقة 17 سنة 18 سنة بدأت 30 ولكن للاسف احيانا يتم في المجتمعات الاسلاميه التعامل مع المراه كل عمرها وكانها طفله لا تسالها تاخذ قرار لا تتصرف لوحدها لا تتركها تخرج تتحدث مع الناس وجها لوجه وتناقش وتدافع فتمشي مع الحياه وفي بلاد العرب والمسلمين لا تحس على هذا النقص. ليه؟ لأن عند خالته وعند عمته وعند الجيران وعند مجتمع يفهم هذه الأمور على الطاير. إذا كان في نقص معين. تساعد به العائلة. أخ ابن عم صديق جار. يرتق الأمر ترقيع يرقع. تأتي المسكينة. إلى هنا مع زوجها وترى الحريات فتصبح عندنا ظاهرة أسميها المراهقة المتأخرة المراهقة المتأخرة ترى تتصرف في البنت بال 35 سنة وكأن عمرها 13 إلى 18 سنة كيف نتصرف في هذا الموضوع؟ حتى وقتها إخوتي اكبر خطا الكتب والحبس والسجن والتسكير بالعكس بالذات وقتها لازم انت واياها كشريك وكعائله تبدا تتعلم معها موضوع الحريه موضوع شيء من البعد اذا كانت كل الوقت مع بعض ان تاخذ يوما لها لا تسالها اين تذهب تتصرف تشتري اغراضها لوحدها تذهب إلى صديقاتها وترجع وتحكي شو صار معها وكيف الحياة ماشية بدون خوف ومع ثقة متبادلة لأننا للأسف الشديد يأتي من من الأمهات المبكرات يعني أمهات جابوا بناتهم عمرهم بجوز 18 سنة الآن البنت هي عمرها 30 سنة عند بنات في المدارس وتحصل هذه الحالة تحصل المراهقة المتأخرة طيب البنات مراهقات صار عندك مراهقتين بالبيت شو نساوي منطلق تنخرب الدنيا ويحصل أيام أحيانا يكون الحل في الطلاق ولكن الخطوة ما قبل ذلك وهذا الذي أتكلم عنه أنك لا تصدم بحياتك ما كانت هيك هيك يأتوا الشب لعنا الإخوة يقول تغيرت طبعا تتغير وانت تغيرت فقط انت لم ما لم... حس على حالك ولكن هي ايضا تغيرت الام المبكره فاذا اذا كان هناك بعض المشاكل ممكن تذهب لناس عندهم خبره ممكن تذهب لطبيب نفساني ليس عيبا في ناس يقول اذهب يتصل في الاخوه يقول نريد نريد منك ان تجلس معنا اقول انا ما طبيب نفساني انا اعطي الامور العامه ولكن ليست ليست وظيفتي وليس وقتي وليس اختصاصي ان اجلس معك ومع زوجتك ساعات طوال لارى اسلوب الحل، كل انسان له اختصاصه. نحن ننتظر دائما اذا كان الخطيب لازم يكون كمان طبيب نفساني، مين؟ ليه؟ والطبيب مو شرط يكون خطيب. والكلام اللي عم يعطي النصيحه مو شرط يكون متفوه بالجلسه بيني وبينك. فاذا لا نستحي ابدا من ال طلب المساعده والا نتعامل مع البنت ومع المراه كقاصر طول العمر. ابدا لا تقولي هي مره عقلة صغير ويلا وراح تمشي، لا رح تجيك المشاكل، ولا رح تجيك المشاكل. احفظها، رح, رح تجيك. اذا اخذت الموضوع في هذا الاسلوب اضحك عليها مشيها رح تجيك مشاكل. بعدين فاذا من الان ارفع المستوى، ارفع مستواك ومستوى زوجتك و بعض الاحيان يكون الزواج وقتها زواج تقليدي، احيانا زواج قرائب، واحد تزوج قريبته دون ان يكون هناك في عواطف شديده وحب ووئام، يعوض على هذا الوضع بالبلد الاصلي الجو العام لما تاتي لهون وتصفي راسك براسها بصير في نقص بالعلاقه سامحوني ولكن هذا الذي يحصل فوقتها ماذا نقول ننفصل لا حاول ولكن اعرف ان هناك في هذه النقطه في نقص اخي في نقص بالحب في نقص بالوئام في نقص بالود في نقص بنظره للاخر في نقص بتعمل برنامج معه بعيد عن كل الناس بس انت وزوجتك خذ اولادك في اي مكان ثاني عند اقارب غيرهم عند اصدقاء وروح عد يوم يومين ابتعد عن الناس انفتح معها تعرف عليها هي نقطة مهمة جدا احيانا تكون هي لا تعرف زوجها المسكين وهي وهو لا يعرفها تعرفوا على بعض خذوها فرصة ونعود لبداية الخطبة وننهي بذلك ان كل هذا سواء عجبنا أم لم يعجبنا له علاقة بالنظرة الفلسفية والعملية لموضوع التعامل مع الحرية نسأل الله عز وجل أن يحمينا ويحمي أولادنا وبناتنا ونساءنا وكل أولادي من هو بيننا في هذه البلاد وفي غيرها أدعو الله عز وجل في هذه الساعات المباركة إن شاء الله واثقين ومؤمنين بالإجابة بارك الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وزجر وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر وحافظوا على الصلوات وحضور الجمع والجماعات واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عظيم بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه حيث قال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد بر. اللهم يا من لا يرد سائله، ويا من لا يخيب للعبد وسائله، يا من امره بين الكاف والنون، يا من إذا قضى امرا قال له كن فيكون، اللهم انا قد بسطنا اليك اكف الضراعه، سائلينك يا الله ان ترحمنا وترحم الناس اجمعين، اللهم انا نسالك الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم لا تجعل لنا في هذه الجمعه المباركه ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضالا الا هديته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا سجينا الا سرحته ولا مريضا الا شفيته اللهم ولا مريضا الا عافيته اللهم ولا اخا مريضا الا عدته الينا سالما غانما يا رب العالمين ولا حاجة لك بها رضا ولا بها صلاح إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحمنا وإلى غيرك لا تكلنا ومن شر خلقك سلمنا وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء